يلا طلقونا جندرم ناسيونال بريغاد دو بولي موغو. يلا طلقونا 48 ساعة حق ربي، الله 48 ساعة ديال الجحيم بالله. بعدا فاش فالسلا اعتذروا ليا، قال لي سير الدواج سير تغسل بعدا سير اثني حد، ولكن قتلوني نفسيا عاد 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 خلوني ندوش. السلام عليكم ورحمة الله. المهم البارح اللي طلقوني مع المغرب ما لقيتش فين نصور الفيديو، خليته تاع اليوم في الصباح مع طاح عليا الظلام، وبقيت تنقلب. راه صراحة انا ما نكتبش عليكم، راه والله العظيم هاد البلاد هادي تدخل على توقف شي بلاصة يدور بيك بنادم وكذا، ما كاينش الابيض هنا، ما شفتش شي واحد. شفت الهنود هادو شفتهم، من غير الهنود ما كاينش شي بيض. وسولت الناس على شي المغاربه في كاينين ولا شي حاجه، ما قالش لي شي واحد راه كنعرف شي مغربي ولا كاين واحد السيكتور فيه المغاربه ولا شي حاجه، ما كاينش. ولعوم من نهار دخلت لهاد الدوله ديال بوركينا ما عمرني شفت شي بيض. واحد الشينوي اللي دخلت انا وياه دفعنا الباسبور، من غير هذاك ما عمرني شفت شي بيض. وداكشي علاش الناس هنا عندهم العنصريه شويه البيض، جيت البيضين. المهم انا دخلت العاصمه واكادوغو مع الوحده ونص تاع الليل. فاش دخلت لها مع الوحده ونص تاع الليل، دخلت لها مع الليل كنقلب على شي بلاصه اللي يمكن نريح فيها وخصني شويه ما ناكل. هذا المحطه هي اللي عندك، مشيت للمحطه دخلت للمحطه ريحت فيها خديت شي حاجه. المحطه كي دايره الكيران كلشي واقفين، كاين شي واحد ما محرك، لان هذيك الليله ديال الخميس. انا دخلت مع الوحده ونص والصباح راه كاين العيد. الصباح كاين العيد، الكيران كلشي واقفين، بنادم مشتت كيستر ديال في الارض، بنادم ناعس تيتسنى ديال الصباح ويركب ويزيد. المهم انايا عرفتي علاش كنترجل هكا في الهضره؟ راه ثلاثه طلع سكر واقفين ليه، راه مره ما عرفت كيفاش هذاك الكلاكسون، واحد عاوتاني اللي جا وقفوا كلاكسون عليه. وهذا هو المشكل ديالي في هذه العاصمه، ماشي شحال من بلاصه انا وقف يوقفوا عليك. المهم شنو اللي ديال لي الشبهه بزاف، هذا البيكا العام راه سيكان كيقولوا لك اش فيها، تجيهم هما غريبه هذه ما عمرهم شافوا هذا الشيء، تيقول لك اشنو كاين في هذا السيكان. وماشي غير العسكر، حتى الناس ديال الدواور لقيت معاهم هذا المشكل. المهم انا نحاول ننساهم دابا. المهم دخلت المحطه فرشت، قلت غنتكافى واحد شويه، ما كاينش الساعات اللي ما كانا وقف عليها. وقفت على التويوتا في اربعه الناس، واحد على اليمين واحد على اليسار هازين سلاح، واحد واقف في الوسط عنده سلاح ديالو خفيف ماشي رشاشات بحال هذوك الجوج. هذاك طلب مني الاوراق، واحد واقف بعيد طلب مني الاوراق، عطيتو الاوراق لقاهم هو هذاك. صافي بدا تيسولني شي اسئله كنجاوبو، اتصل بالباترون ديالو عاود لي اش كاين، واحد شويه يقول لي طلع. انا في الاخر فاش جمعت مع الباترون قال لي راه هذاك ديك الساعه غلط، قال لي راه هذا 4 ايام وهو تيدور في العاصمه، هو انا ماشي العاصمه 4 ايام وانا تندور في البلاد عندهم ماشي العاصمه. واش هذاك اللي غلط، واش هذاك اللي ما سمعش مزيان فاق من النعاس مع شي جوج ونص فاش اتصل به، يعني واش هذاك ناعس ما قال لي هزوا جيبوه. داوني للبريغاد قلبوني مزيان فلوني، واش الشومبر اللي كنعطي لهم كيقلبوه يحكوا هيك ما فيه شي حاجه في الغبره لداخل، قلبوا باكيه حتى يقلب. هما جايين عندي يجروا لي، هما جايين كما قلت لكم جاو عندي وطلبوا لي الاوراق، شافوهم شافوا كل شيء، هو هذاك صافي هما يقول لي تخوي هنايا راني تحولت لواحد البلاصه اخرى دابا ما واش غدير. والله العظيم الا محنا في هاد البلاد هادي. المهم نكمل لكم القصه ديال البارح. صافي قلت لك فلاو المسائل كلشي، خداو الوريقات ديالي حطوهم، واحد الشيء يقول لي غادي تحيد حوايجك وغادي تمشي تدخل للكرياج. قلت له ودي هذاك راه حبس، هذاك ما عندكش الحق تدخلني ليه، ما عندك عليا حتى تهمه، ما عندك شي دليل. قال لي الخدمه ديالنا هكا دايره، حيد حوايجك. ما بغيتش هو يحيد لي التيشيرت صحه. انا هذيك لقيتها زعفان والله العظيم الا في يوم يضربهم بالله، ولكن ما داكشي ما خاصش الحساب، شي واحد هازين السلاح واقف. المهم سي واحد قال لي تحيد حتى حوايج لتحت، قلت ليه انا لا. بقيت انا وياه بالصداع ديال الاخر وانا ندخل، هما دابا في القانون ديالهم الشورت باش كتدخل،
ولا دخلونا لواحد البيتا في الكرياج، كنا فيها احنا ثلاثة. المهم ناعسين على الدس، من الدس شني ولا ما كان على برا، تلاقى داكشي اللي بغات ديك الليلة مع اصلا على الكرياج، ما كانش شي حيط ولا شي حاجة اللي تسد عليك. المهم النهار الاخر مع الصباح، انا بعدا فاش دخلت قلت لهم عطوني الماء، عطوني واحد قلعة الماء معمرة لي من الروبيني عطاوها لي. دخلت هما يضربوا بيا دوك بي الماء 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 الماء، اقسمتها معاهم شربوا داك الماء في البلاصة. انا تكيست عليه شوية، الصباح عاوتاني صبحت كيقول لي عاوتاني الماء 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 الماء، عطيتهم شوية شوية عاوتاني، بقى لي انا واحد شوية واحد شوية. قلت لك واحد الدري في الصباح، عطي واحد الدري مسكين كيطلب هذاك كيطلب هذاك الشاف، عطيه جافو زون بريمسي سي الفو بريمسي جي سوي تخي صباح سي دو جور كو جون با بعدو. عرفتي غادي يطلب فيه الله يرحم ليك الوالدين، بهدرتنا حنايا زعما عطيني نشرب، راه يومين هادي ما شربش، الله يرحم ليك الوالدين نشرب بيتعاق عمر لي هاد قلعة الماء. والله ما كيتسوق، والله ما مسوق ليه والله. المهم المهم والو داكشي حتى الاخر هما يطلبوني هادو، قال لي ربي شوف انت راك انت دابا مع بيراني وداكشي يقدر يدير بوجهك صافي. طيب انا بقيت حتى واحد الوقيته وانا نعزل واحد فيهم، قلت ليه الحمد لله والدينا، انا بنادم ما يقدرش يعيش بالماء وهادي وهادي الدراري، انا ما عندناش الماء صاحبي، راه الدراري ميتين بلاحظتش. جبت ليه كلشي لقيت ليه كلشي خاوي، راه من البارح في الليل دخلت عندهم انا كلشي الماء ما عندهمش داكشي. ويقول لي صافي، قال لي غنمشي نعمر لك الماء، مشى قلب قال لي الماء راه مقطوع، انا اعطيكم واحد القلعه دابا تيجي الماء نعمر لكم الماء. من هذاك بعدا الحمد لله تحل داك المشكل ديال الماء، وقلت للدراري قلت لهم ما بقوش تقولوا لهم شي حاجه، ولاو ظريفين معاهم باش يبقاو يقضوا لكم غلطات، ما تبقوش اللي قالوا لكم ديروها، كسبوهم كسبوهم صافي الحمد لله. المهم بعدا تحل داك المشكل ديال الماء. المهم انا ياما النهار الاول تالش العصر اللي جابوا لي شي شويه الرز، ريت داك الرز نعست. بالليل عاود تاني جا عندي واحد قال لي واش بغيتي شي حاجه من تاكل، قلت ليه ايه على دارني الجوع. مشى جاب لي واحد امي كاتوني فيها شويه الشعريه، كنت هذيك ديك الشعريه نعست. النهار الاخر عاوتاني تا شي ثلاثه وداك الشيء جابوا لي عاوتاني شي شويه الرز اكليتو، ولكن النفسيه ديالي سبحان الله العظيم والله العظيم متدمره، خصوصا فاش جابوا واحد كانوا متهمينه بالارهاب، وهو داك شويه بسيكا ماشي الله اعلم، انا ما عرفتش فين جابوه، هو بسيكا واحد شويه وعنده شي مرض عقلي، ولكن شد معاهم الكونتري وعاتي الله العظيم اقسم اقسم بالله الا كيضربوا فيه قدامنا. حتى قلت لك عرفتي شنو هي الجلده ديالو، طاحت كي واحد كيضربو بواحد الحديده ديال واحد الباب، واحد كيضربو بالمينوط، واحد كيضربو بواحد التيو، وعرفتي شحال دايرين به شي سته ولا سميت، كيضربو فيه كيضربو فيه كيضربو فيه. عرفتي فاش جابوه دخلوه عندنا الى السيد، عرفتي شنو هي سخفان بلاصه، عرفتي سخفان حطو طاح مسكين الله، قلنا ليه بغيتي تشرب، قال لي ما بغيتش نشرب ما والو. المهم انا حسيت بالنفسيه ديالو كي داير صافي، ريح كنجي كنرجع عندي كنقول ليه هاك تشرب ما بغاش. المهم انا دارو بحال هكا، هم يقول لي انت غادي تحول من ديك الشومبر ما غاديش تبقى معايا دوك، حولوني الشومبر واحد شويه ويجيبوا لي واحد اخر كبير في العمر دارو معايا تماك صافي. انا عطيتها غن النعاس، انا ما حملتش ديك الحاله صراحه، انا ما داير انا والو، انا ما وكنقول لهم كنقول لهم هادشي راه عنصريه ضد البيضين، تخاصمت معاهم. المهم في العشيه ديال النهار الثاني عيد ديالهم هو السبت، لا اليوم الاحد السبت، نهار السبت في العشيه، انا تلفت كاع انا والله تلفت. نهار تاني العيد هو نهار السبت عندهم في العشية، جا الكبير ديال القشلة قال لي انا غادي نجيب دورة هنايا، جا هو لقاني تماك وداكشي، شاف الوريقة شاف مشى شاف الوريقة ديالي شاف الدوسي ديالي مزيان، عشا هو يجي يطلع عليا قال لي واش سافا، قلت ليه ان بو، ويقول لي حلي هو يحل ليا، قال لي خرج خرجت بحال هكا، قلت ليه بيت لبس حوايجي، اول حاجة قلت ليه بيت لبس حوايجي. قال لي عندك حريه ديال اللي عجبك، مشيت نجري داك الساك ديالي جبت الحوايج لبستهم، جبت شي دواء كنشربو مع صافي، راه ما عنديش الجهد، شربت شي شربت شي داك الحديد وشي سميتو، شربت الماء مزيان، هذاك الماء اللي عطونا حار شويه خايب، شربت الماء مزيان وهكا صافي. وقفت معاه بحال هكا قال لي غادي تمشي تدوش، هو الاول مشى جاب واحد قال لي جيب لي الماء السخون، جاب لي الماء السخون، قلت له عندي الصابونه وحوايج نبدل الحوايج هادو توسخو، قال لي خذ اللي عجبك دير اللي عجبك صافي، انت دابا راك هو هذاك عادي. باش سمعت انا هكا كان الله الحمد لله حمد الله وشكرته، اما انا كان انا عندي الظن بانهم غيلحقوني شي 5 ايام ولا 7 ايام تما كناسيني داك القالب اللي كيديرو. المهم مشيت دوشت وغسلت مزيان وداك الشيء وساليت، من بعد جيت عنده دخلني للبيرو قال لي اسمح لينا راه هاش وقع واش وقع هذاك، قال لي 4 ايام وانا كدور وانت تدور في المدينه. انا قلت انا هذا شنو تيدير هنايا، اش عنده في البيكاره،
قال لي فاش جناك هنايا قلبنا لقيتك بانك لا 4 ايام وانت في البلاد، لقيتك بانك ديكلاريتي البلاصه الاولى في نعس، ديكلاريتي البلاصه الثانيه في نعس، ديكلاريتي البلاصه الثالثه في نعس. الليله الرابعه جاتنا قال لي كنشوفك كنلقى بانك راك شاد الطريق، ماشي زعما شي واحد كيوقف كيمشي شي بلاصه، داك الشيء نورمال عادي. قال لي عاوتاني جيت نشوف الاوراق ديالك كل شيء صحاح، هو هذاك الدراري يقلبوا الباكاج ديالك ما كاين والو. قال لي ما عندكش سميتو هنا، قال لي الزهر المشكل اللي وقع لك هو انك تلاقيتي مع العطله، حنا ما خدامينش هذا الشيء علاش خليناك هاد يومين. يما قال لي راه كوني سميتو انا داك الصباح غنقول لك سير في حالك، فهمتي؟ او اعتذر ليا قال لي اسمح ليا، هو هاد السيد هذا هاد الكبير هذا، انا سبحان الله العظيم ارتحيت ليه من الاول. انت علاش انت فاش جا سولني كيما جا عندي قال لي واش صافا، قلت لي شويه. هو اول حاجه سول عليا انا، قال لي عاوتاني واش ضرك الجوع، قلت لي لا يلاه كلت شي رز. اللي قال لي سير دواش وهذا زعما بحال مهتم بيا، هاد الشيء علاش. فاش عاوتاني دخلني المهم بقى كيهضر معايا قال لي شوف، قال لي حنا والمغاربه انا خوت الحمد لله، قال لي انا عزيز علينا نتوما وبيننا وبينكم علاقه مزيانه، والدوله المغربيه كتعاون معانا حنا بزاف وما عندناش معاها ولو سوء تفاهم واحد. قال لي ولكن المشكل ديالنا هو الناس، دابا الناس قال لي عندهم عنصريه مع البيض، لان ما عندناش السياح، ما عندناش شي واحد اللي كيجوز من البلاد. فاش كيكون شي واحد بيض ديس الناس كيتخلعوا منه على حساب المشكل ديال فرنسا خلات العقده عند الناس، كيقولوا هذا علاش جاي للبلاد، اش جاي كيدير هنا، هذا الشيء اللي سمعت. قال لي ديكلاراو بيك الناس، راه حنا مشينا. قال لي اي بلاصه تتمشي ليها راه تيديكلاراو بيك الناس، راه اي بلاصه قال لي وقفتي بها كيديكلاراو الناس. واحد مول بيكالي قال لي انت بوحدك دابا اللي كدور بديك البيكالا راه حنا عارفينك. المهم صافي جمعت معانا، قلت له ديال انا جيت عندكم هنا لقيت عندكم العنصريه، قلت له حنا انتم كتجيو عندنا المغرب، راه قلت لي زافريكان ما كنقولش لكم لي نوار، كنقول لكم لي زافريكان. قلت له ونو سوموسي، حنا افريكان. قلت له انا فاش كندوز في البلاصه كيعيطوا لي الناس ايه لو بلون، هذاك الابيض ولا ابو بالو ولا لا باش، المهم كيعيطوا لك على الابيض، يعني كاين واحد شويه العنصريه تجاه الرجل الابيض. قلت له سميتو، قلت له اما، قلت له حنا لي زافريكان كنعيطوا لهم في بلادنا مونامي مون فخيغ ولا فخيغ. قلت له علاش؟ باش ما نحسوش، ما نخلوش يحس بداك الفرق وداك الشيء. قلت له هو، قلت له المغربي، قلت له كيخدموا في شي بلايص، قلت له كيدوروا معاهم المغاربه اكثر، علاش؟ اللي كنحسوا بالمحنه ديال المهاجر بلادو مسكين باغي يخدم. يكون كان كان مغربي غيعطوه اقل من الثمن اللي كيعطوا الافريقي في حال شي ديال الغسيل ديال السيارات وهذا الشيء. قلت له الدوله المغربيه مهليه فيكم لفان، راه عاطياكم داير لكم لا كارت ناسيونال، ما عاطياكمش الجنسيه، ولكن عاطياه لا كارت ناسيونال بها هي كيمارس جميع الحقوق كمواطن مغربي تقريبا. قلت له فيها الجنسيه ديالو كتلقى ايفواري ولا شي حاجه، ولكن لا كارت ناسيونال هي باش كيتحرك ما يحتاج الباسبور مود. هو يقول لي راه هادشي السبب ديالو، عرفتي شنو هو؟ قال لي انتم عندكم ملك، قال لي حنا المشكل ديالنا هنا نفتقدوا القياده، انا با دو بون غيد. قال لي انتم عندكم ملك ديالكم، داكشي الدوله ديالكم ديمقراطيه فيها قانون. قال لي حنا هنا لا، قال لي ما عندناش حنا هنا الديمقراطيه. قال لي راه اي اداره هنا كدير اللي بغات، ما كاينش اللي كيقول لها شنو تديري، ما كاينش اللي كيحاسبها. قال لي هادشي كاين التجاوزات وكاين هادي وهادي وسميتو. هو زعما صراحه الهضره ديالو مزيان وداك الشيء، وبقى معايا بزاف وبقى معايا بزاف تيهضر معايا كذا كذا، ولكن اش